بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم طلبة سنة خمسة، معاكم دكتورة نعيمة مدرس البريو والأورال ميديسن. النهاردة إن شاء الله هنشرح محاضرة البريو بتاريخ، المفروض المحاضرة دي اللي كانت بتاريخ يوم الاثنين 16 مارس 2020. اللي احنا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت بدأناه عن الريجينيريتيف أوسيوس سيرجري، وكنا عرفنا ايه هو البريودونتال ريجينيريشن، وعرفناه وقلنا ان الريجينيريشن هو عباره عن ريستوريشن لللوست بريودونشم او السبورتنج تيشو عشان نكون التيشوز اللي احنا عايزينها، اللي هي نيو الولار بون، نيو سيمنتم، اند نيو بريودونتال ليجامنت. طيب قلنا نيو اتاشمنت يا دكاتره ما بيتكونش غير مع البريودونتال ريجينيريشن، ومحتاج عشان يتكون محتاج ان هو يعمل نيو سيمنتم. وقلنا برضو ان الهيلينج ليه انواعه، قلنا في هيلينج بي لونج جانكشنال ابيثيليوم وده سميناه الريبير، وفي قلنا هيلينج عن طريق الانكلوز بتاع البون، وفي هيلينج بيحصل بالريسيشن، وقلنا في هيلينج بيحصل عن طريق الريكرنس اوف ذا بوكيت. دي انواع الهيلينج كلها اللي احنا قلناها، سواء لونج جانكشنال ابيثيليوم زي ما قلنا ده ريبير، او النيو اتاشمنت اللي بيحصل مع الريجينريشن، او ان يحصل ريكرنس للبوكيت لو فشل التريتمنت اللي انت عملته، او ان يحصل روت ريزوربشن وانكلوز. عرفنا ان البريودونتال ريجينريشن زي ما اتفقنا بتكون معاه نيو اتاشمنت، وان النيو اتاشمنت بيتكون لما يحصل ان روت سيرفيس يبقى ديبرايفد من اتس اوريجينال اتاشمنت، فيحصل ابيثيليال ادهيجن او كونكتيف تيشو ادابتيشن او الاثنين مع بعض، يحصل على الروت سيرفيس اللي حصل له ديبرايفد من التيشوز دي، فيتكون نيو سيمنتم مع النيو اتاشمنت. الري اتاشمنت اللي احنا قلنا لما ان بيحصل ريونيون للابيثيليوم الكونكتيف تيشو فايبر للروت سيرفيس اللي ميكانيكالي او سيرجيكالي سيبريتد من اتش اذر، يعني نتيجه حاجه ميكانيكال او سيرجيكال. طيب دي زي ما اتفقنا انواع الهيلينج على حسب اني تيشوز اللي هتجري الاول تملا الديفكت. زي ما قلنا لو الاورال ابيثيليوم هو اللي جري الاول يبقى الهيلينج هيبقى باللونج جانكشنال ابيثيليوم، لو الجينجيفال كونكتيف تيشو هي اللي جريت الاول فهيطلع فايبرز بارالل لتو سيرفيسز، اوكي، من غير ما هيحصل اتاشمنت للسيمنتم، يعني الفايبرز دي هتبقى بارالل مش هتمسك في السيمنتم. لو البون سيلز هي اللي جريت الاول هيحصل روت ريزوربشن اند انكيلوزيس، لو الليجامنت سيلز او البريودونتال ليجامنت سيلز اللي احنا عايزينها هي اللي جريت الاول، هي دي بقى اللي هتعمل سيمنتم وبريودونتال ليجامنت وهتعمل نيو اتاشمنت. وقلنا ان لما نيجي نعمل ريجينريشن يا دكاتره لازم نهتم بثلاث اماكن، السوفت تيشو زي ما اتفقنا والروت سيرفيس والاندرلاينج بون. السوفت تيشو زي ما اتفقنا ان احنا نرفع ونشيل اي جرانيوليشن تيشو بلارج كيوريتس، والحتت اللي بتبقى قريبه من الابيكال ارياز بسمول كيوريتس او التراسونيك انسترومنتس. وقلنا الروت سيرفيس بنعمل له كونديشننج او بايو موديفيكيشن ب ماتيريالز معينه او سابستنس معينه اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في محاضره النهارده، واهم حاجه ان احنا نعمل له بلاننج كويس ونشيل منه اي بكتيريال ديبوزيتس واي كالكولاس واي اندوتوكسين عشان اعمل اكسبوجر للكولاجين بتاع الدنتين. يعني انا لما هعمل موديفيكيشن او كونديشننج هعمل اكسبوجر للكولاجين بتاع الدنتين بحيث ان يحصل فاسيليتيت الديبوزيشن بتاع السيمنتم ويبقى سهل ان يمسك فيه النيو بريودونتال اتاشمنت. البون طبعا زي ما اتفقنا قلنا ان احنا هنعمل فيه حاجه اسمها ديكورتيكيشن. ديكورتيكيشن دي
كانت عبارة عن ان انا اعمل small holes صغيرة في البون بشارب كيوريتس او بسمول راوند بير زي ما اتفقنا. كان ايه هدفها الديكورتيكيشن دي؟ قلنا ان هو يا دكاترة ان الديكورتيكيشن بيعمل رابد بروليفريشن لجرانيوليشن تيشو في البون، فعطرنا بيحول undifferentiated mesenchymal cells ل اوستيوبلاستس تخليها تعمل اوستيوبلاست وتكون جرانيوليشن تيشو بحيث انه يتحول لبون، رابد ريجينريشن للبون، وانك عشان كمان لما تحط البون جرافت يحصل رابد يونيون ما بين البون جرافت اللي انت حطه وما بين البون سابستنس. لا قلنا عشان نعمل ايفالويشن للنيو اتاتشمنت عن طريق انك تعمل بالكلينيكال اكزامينيشن ان انت تشوف بالبروب، او عن طريق انك تعمل ريديوجرافيك ايفالويشن تعمل ريديوجرافس فبالتالي احنا بنشوف الليفل بتاع البون اللي اتكون، او عن طريق السيرجيكال ري انتراي انك تفتح وتشوف بعينك التيشوز اللي اتكونت، او تعمل هيستولوجيكال بروسيدرز انك تفتح وناخد عينة بايوبسي ونحلل التيشوز دي نشوف نوعية التيشوز اللي اتكونت. قلنا دكاترة ان الريجينيريتيف سيرجيكال تكنيك بتتقسم الى على حسب انا عايزة اكون نيو اتاشمنت بأي طريقة. قالوا في ثلاث طرق عشان تكون نيو اتاشمنت: النون جرافت اسوشيتد نيو اتاشمنت، والجرافت اسوشيتد نيو اتاشمنت، او كومباينيشن من النون جرافت مع الجرافت. شرحنا الطرق بتاعت النون جرافت، وقلنا النون جرافت يفضل في حالات الثري وول ديفكس وافتر تريتمنت بتاع البوكيت اللي هو حصل له كومبليكيشن بأكيوت بيريدونتال ابسس وبعد التريتمنت بتاع الأكيوت نيكروتايزنج ألسيراتيف جينجيفايتس. طيب قلنا عشان نوصل او طريقه النون جرافت اسوشيتد تكنيك عملناها بطريقتين. عملوها الاول عن طريق يا اما الريموفال بتاع الجنكشنال اند البوكيت ابيسيليوم، يا اما عن طريق البريفنشن بتاع الابيسيليال مايجريشن والجايدد تيشو ريجينريشن اللي هو عن طريق استخدام الممبرين. الاول بالطرق اللي هي ان احنا نشيل الجنكشنال والبوكيت ابيسيليوم، فلقينا طريقة الكريتاج، وقلنا ان الكريتاج بيشيل السوفت تيشو وول اللي هو مليان البكتيريا والتوكسينز، اوكي، سواء عن طريق الكيوريتس، وفي ناس عملته عن طريق ان احنا نستخدم التراسونيك او عن طريق الكيميكال ايجنت. وده طبعا شرحنا طريق الكيوريتاج لما بيجي يتعمل، ده الروت بلاننج انا بشيل الحاجات اللي على الروت سيرفيس، لكن الكيوريتاج بشيل كل السوفت تيشو وول اللي موجود هنا اللي هو مليان بكتيريا وتوكسينز. شرحنا السيرجيكال تكنيكس بتاعت اللي هي عشان اشيل بيها الجنكشن الابيسيليوم، قلنا بتشمل الجنجيفكتومي والاناب والموديفايد ويدمان فلاب والكورونال ديسبليسمنت بتاع الفليب. دي قلنا طريقة الإناب، ودي جينجفال كيوريتاج بتاعنا العادي كده جترة، وده السكيل الموديفايد ويدمان فلاب وطريقة عمل الفلاب، ودي طبعا الجينجفكتومي. السب جينجفال سكيلينج والروت بلاننج شرحناهم، وقلنا ان الهدف صب جينجفال كيوريتاج ان انا اشيل السوفت تيشو بوكيت وول، وعلى الاول بندي اناسيس زي ما اتفقنا، وهندخل بالبروب نحدد البوكيت ديبس، وبعدين بندخل ب الكيوريت وننظف اوكي كويس جدا، كل ده كلوز. نفس الكلام هنشيل يبقى البليد بيبقى الوركينج سايد بتاعه ناحيه الايه الجينجفال سيرفيس وليس ناحيه التو سيرفيس. كل ده بنعمل السب جينجفال ايه كيوريتاج. طيب الاوبن سكيلينج والروت بلاننج يعني معنى ذلك ان انا هبدا افتح واعمل ديبرايدمنت، افتح اعمل فلاب وافتح ابدا اعمل ديبرايدمنت وانا فاتحه فلاب.
عادي بفتح في اللاب عادي conventional وابدأ اعمل كيوريتاج وبعدين اخيط عادي. ده open debridement، اسمه open debridement. عادي ان احنا نعمل root planning عادي بالكيوريت عادي، بيبقى الوركينج سيرفيس ناحيه الروت سيرفيس. وخدنا الاناب يا دكاتره وقلنا ان الاناب ده عباره عن اوبن ايش، بس بعمله بايه يا دكاتره؟ قلنا بنعمله ب نايف اللي هو او يعني اللانسيت، ان انا افتح اعمل زي كرافيكولار انسيجن كده في الحته اللي فيها الفلاب وابدا اعمل كيوريتاج اوبن. يعني زي هنا احنا هنا مثلا حدد فين البيز بتاع البوكيت وبعدين دخل باللانسيت زي ما اتفقنا ماشي، بعدين بدا يعمل الكيوريتاج بتاعه لغايه النقطه مثلا التب بتاعه الكيوريت توصل لغايه البيز بتاع البوكيت اللي هو حدده، نظف كويس وبعدين بيخيط اوكي يا دكاتره ويحط الايه الباك. بعد كده شرحنا الموديفايد ويدمان في لاب، وقلنا ان الموديفايد ويدمان في لاب اتعمل ل 3 انسيجن، دي صوره ان هو الاول بنشوف الاكس راي بتاعت البيشنت وبعدين هنبدا زي ما اتفقنا اول انسيجن اللي احنا سميناه اللي هو ريفرز انسيجن او الانفرز الريفرز بيفل انسيجن او الانفرز بيفل انسيجن اوكي. ليه سميناه ريفرز؟ سميناه ريفرز لانه عكس الانسيجن بتاع الجينجيفيكتوم. احنا سميناه يا اما الانترنال بيفل انسيجن او سميناه ايه ريفرز بيفل انسيجن. خلاص عملنا الانترنال بيفل انسيجن او الريفرز بيفل انسيجن دكاتره ماشي يا دكاتره، ده كان اول انسيجن طبعا بالكيركلاند نايف زي ما انتم شايفين دي عملنا كده بالكيركلاند نايف، وبعدين هنروح رافعين الفلاب ده الحته اللي احنا عملناها هنا، هنروح رافعين الحته هنا عشان نشوفها كويس، وبعدين هيبدا يعمل السكندري انسيجن زي ما اتفقنا باللانسيت، بيدخل كرافيكولار انسيجن. بعد ما عمل الكرافيكولار انسيجن اتكون عندك هنا ويدج ماشي يا دكاتره، بس الويدج هنا دي متعلقه في منطقه ايه الانتر دنتال بابيلي، فهدخل بالباك نايف او الاوربان نايف اللي هي الانتر دنتال نايف وهبدا اعمل اسلك الويدج ده بحيث ان هو يطلع كله حته واحده زي ما انتوا شايفين كده. هنا ابدا اعمل سكيلنج كويس واشيل اي جرانيوليشن تيشو ب سكيلنج روت بلاننج، يعني اعمل اشيل اي جرانيوليشن تيشو واي سوفت تيشو فايبرز من البوكيتس بالكيوريت. بعد كده هبدا اخيط اعمل خيطت خلاص هنا بنلمع عادي، وهنا النتيجة طبعا بعد الهيلينج بتلاقي ان البوكتس كلها قلت. طيب للأسف زي ما احنا اتفقنا ان هما لقوا يا دكاترة ان الطرق اللي عملوها دي سواء الجينجفال كيوريتاج او الاناب او الموديفايد ويدمان في لاب كلها ما بتكون ليش خالص نيو اتاشمنت، لقوا انها بتكون اللي هو النيو جانكشنال ايبيسيليوم، فقالوا الطريقة دي مش نافعة. طب هنعمل ايه؟ فلجأوا للطريقة التانية ان احنا نعمل بريفنشن للايبيسيليوم ماجريشن، ان احنا نمنع الابيسيليال ان هو يجري، لان لقينا ان زي ما اتفقنا قلت لكم قبل كده ان الابيسيليال سيلز دي اسرع سيلز بتجري وبتاخد او بتدخل في الوند، عشان كده بتكون اللونج جنكشن الابيسيليوم. فالطريقه اللي احنا لقيناها ان احنا نحط حاجه تمنع الابيسيليال سيلز دي انها تدخل جوه الوند، اخترع طريقه اسمها الجايد تيشو ريجينريشن زي ما اتفقنا،
ان انا اتحكم في دخول السيلز اللي هتدخل جوه الوند. طيب وقلنا ان جايد التيشو ريجينريشن كانت فكرتها زي ما قلنا ان انا اعمل اكسكلوجن للفاستر جروينج ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو سيلز من البيرودونتال وند انها ما تدخلش البيرودونتال وند لمده قد ايه؟ لمده 6 ل 8 اسابيع. دي اول فتره في الهيلينج هي اللي فيها الوقت اللي بتكون فيها السيلز اللي هتحدد اللي نوع الهيلينج يعني. طيب قلنا ان الجايد تيشو ريجينريشن بيشمل ان انا بحط الباريرز زي ما اتفقنا دكاتره بختار باريرز. الباريرز دي هي اللي بتمنع لي دخول الابيثيليال سيلز وبتدي وقت وسبيس للبيرودونتال ليجامنت سيلز عشان تدخل في اثناء البوست سيرجيكال هيلينج فيز عشان وتبدا تتحول الى الاذر تايبز من السيلز وتكون نيو سيمنتم وتكون نيو بيرودونتال ليجامنت وتكون نيو الفلار بون. هنا ده شكل للممبرين, ده شكل الممبرين كده كترة. خلاص الممبرين لما اتحط هنا فبالتالي منع ان الابيثيليال سيلز دي تدخل جوه ايه؟ تدخل جوه الواند, وادى فرصة للبيرودونتال ليجامنت سيلز هي اللي ايه تدخل, هي البيرودونتال ليجامنت, البيرودونتال ليجامنت سيلز هي اللي تدخل جوه الواند وتبدأ تكون سيمنتم والفولار بون وتكون. فانت ممكن هيدخل لك البيرودونتال ليجامنت سيلز او البون سيلز معاها ويكونوا نيو سيمنتم نيو الفولار بون نيو بيرودونتال ليجامنت. لكن بتاعت الابيثيليوم دي سواء بتاعت الجينجفا سواء ابيثيليوم او كونكتيف تيشو ممنوع تدخل, فالبارير ده هو اللي ما خلاهاش تدخل جوه الوند. قلنا دكاترة ان هم استخدموا نوعين من الجايدد تيشو ريجينريشن من الممبرين يعني, وقلنا ان الجايدد تيشو ريجينريشن لقوا ان هو بينجح في الفوركيشن انفولمنت ديجري 2 و 3. ماشي يا دكاترة. طبعا خاصة لو في المانديبولار مولرز اوكي, وطبعا الماكسيلاري مولرز اوكي. سواء لو كانت الفوركيشن بكالي او لينجوالي, لكن ميزالي وديستالي في الابر تبقى صعبة. الانفرابوني بوكيت برضو دي نجح فيها جدا الجايد تيشو ريجينريشن خاصة الثري وول ديفكت وفي حالات الجينجفال ريسيشن. خدنا الانديكيشن والكونترا انديكيشن بتاعة الجايد تيشو ريجينريشن طبعا وشرحتها لكم بالتفصيل, وقلنا امتى بتنجح في الجايد تيشو ريجينريشن وامتى الجايد تيشو ريجينريشن بينفع في ايه وبينجح امتى. والكونترا انديكيشن طبعا سواء كانت بريمولر فوركيشن ما بتنفعش, الكلاس 3 والكلاس 2 في الميزيال والديستال ماكسيلاري مولرز, لو عندك هوريزونتال بون لوس او الون وان وول انترا بوني ديفكتس. قلنا بقى ايه هي التكنيكس يا دكاتره اللي استخدمها عشان تحفز الريجينريشن. قلنا اما ان انت تعمل روت سيرفيس كونديشننج اللي احنا هنشرحها ان شاء الله, يعني ايه روت سيرفيس كونديشننج وايه السبستنس اللي استخدموها للروت سيرفيس كونديشننج, او انك تستخدم البون جرافت زي ما اتفقنا دي جرافت اسوشيتد نيو اتاتشمنت, او انك تعمل النون جرافت اللي احنا قلناها مع استخدام بقى استخدمه في الجايد تيشو ريجينريشن ميمبرينز واستخدموا بيولوجيك ميديفايرز او اللي هي البيولوجيك ميدياتورز بتاعتك والجروس فاكتورز والانامل ماتريكس دريفيتيف, الحاجات دي كلها استخدموها في النون جرافت نيو اتاتشمنت. قلنا ايه هي ريكويرمنتس اللي بنحتاجها علشان في اي ميمبرينز ان هو يكون بايو كومباتيبل ستيبل, يديك السبيس اللي المفروض يتكون adjacent to the root surface اللي هو المفروض يتكون فيه التيشوز الجديدة, ان الماتيريال تبقى قادرة انها تشتغل كبارير تعمل exclusion للundesirable cells اللي انا مش عايزاها المفروض, وانها تقدر تدخل السيلز بس اللي احنا عايزينها, انها تبقى clinically manageability انها easy to trim ان انا اقصها
اقدر اقصها بسهولة، وان انا اعمل لها مانيبيليشن بسهولة، وان انا اقدر احطها بسهولة. واخر حاجة ان هو بقى عندها جود هيلينج بروبيرتيز، انها تساعد في الهيلينج، الماتيريالز بتاعتها تكون بتساعد في الهيلينج. قلنا الفاكتورز اللي كانت بتأثر على الجايد تيشو ريجينريشن، وقلنا ان في فاكتورز خاصة بالبارير، وفي فاكتورز خاصة ب مش خاصة بالباريرز، خاصة بالبيشنت ان هو يكون عنده بور اورال هايجين، سموكينج، بور كومبلاينس، ما بيسمعش كلام، ممكن يكون على حسب الديفكت اللي انت مختاره، او اي في اي هابت بيعملها مثلا، او الكوز ممكن يكون مثلا في تروما اوف اوكلوجن، حاجه مش اوسيس يعني، عنده الهابت بتاعه الاجريسيف براشنج، مختار اريا ما فيهاش ان ادكوت زون، فبالتالي زي ما اتفقنا مش هنعرف نقفل الفلاب، في ان ادكوت تيشو سيكنس، و او زي ما اتفقنا ان ادكوت زون اوف الكراتينايز تيشو. طيب وقلنا ان في فاكتورز خاصه بالبارير، ان هو يحصل له بريماتور اكسبوجر، يحصل بريماتور لوس او ديجريديشن للبارير، انك ما تكونش عامل نون استرايل تكنيك فبتخلي البلاك او سلايفا يحصل لها كونتامينيشن على البارير، او حاجات خاصه بالسيرجيكال تكنيك زي ما اتفقنا وقلت لك انك حاطط انسيجن في مكان غلط، تروماتيك فلاب اليفيشن، وانت بترفع الفلاب عملت له تروما، طولت في السيرجيكال تايم بتاعك، طولت جدا، ان ادكويت كلوجر اوف السوتشرنج كده، دكاتره السوتشر بتاعك ما كانش حلو فاتفتح بعد كده مع البيشنت. انا قلت لكم احفظوا الجدول ده كويس جدا يا دكاتره بتاع الجايد تيشو ريجينريشن، ايه العوامل اللي بينجح فيها الجايد تيشو ريجينريشن، وايه العوامل اللي ما بتنجحش فيها، زي الفيرتيكال مثلا والكلاس 2 فوركيشن، كل ما كان الجينجفا الريسيشن اقل، الوايد كراتينايزد جينجفا، كل ما كان فيه ثيك جينجفا سيكنس كانت احسن، كل ما كان فيه الانتر دنتال سبيس وايد عشان اقدر اعمل اللي هو بابيلاري بريزرفيشن فلاب، ويبقى عندي اريا من البابيلا كويسه جدا تغطي لي الجرافت اللي انا حطاه او الممبرين، ما بيبقاش فيه توس موبيليتي، وان الاورال هايجين تبقى كويسه. زي ما اتفقنا قلنا ان هم اختاروا كذا نوع من الممبرينز، وقالوا في طريقه معينه عشان احط الممبرينز، وانا قلت لكم الليميتيشن كلها بتاعت الممبرينز، زي البوردر بتاعتها المفروض تتحط فين، ايبيكالي وكرونالي ولاترالي. قلنا الممبرينز قسموها لنون ريزوربابل ممبرين ولي ريزوربابل ممبرين. النون ريزوربابل ممبرين قلنا اشهر واحد اللي هو الجورتكس، اللي هو الاكسباندد بولي تترا فلوروسيلين اللي انا قلت لكم بيبقى شبه التفلون، والريزوربابل ممبرين قلنا في حاجات نون بيولوجيكال يعني مصنعه، وفي حاجات بيولوجيكال اللي هي بتبقى جايه من ناتشرال يعني من جسم الانسان. حاجات البايودجريدابل اللي هي المصنعه النون بيولوجيكال، في اشهر حاجه كانت البوليمرز طبعا اللي هي البوليلاكتيك والبوليجايكوليك، وفي الاوكسيدايز سيلولوز مش، وفي كالسيوم سلفيت. الحاجات اللي كانت بيولوجيكال طبعا اشهر حاجه اللي هو الكولاجين ممبرينز، ماشي دكاتره ده اشهر ممبرين عندنا، وفي اللي هو الابيجايد يعني ده من النوع المشهور، او الجايدور من النوع المشهور جايدور، اوكي ده نوع مشهور من الجايدور، سوري ده جايدور ده كولاجين ممبرين، وفي طبعا البريوستيوم برضو استخدموه كممبرين، والاوتوجينس جينفال جرافت اللي بيتاخد من بلت، والكونكتيف تيشو جرافت برضو اللي بيتاخد من البلت، وبرضو الالوديرم اللي انا قلت لكم عملوها اللي هو جابوا السكن بتاع البيشنت وبياخدوه من السكن بتاع الدونرز يعني، وبيشيلوا منه السيلز اللي هي الابيديرمال سيلز، وبيعملوا له فريزنج فسموه الالوديرم. وبرضو الديورا ماتر من الحاجات برضو اللي خدوها كحاجات بايوديجريدابل بايولوجيكال.
دي انواع البايو ابزوربابل ماتيريال كلها. وقلنا طبعا ان هم فضلوا يا دكاترة الريزوربابل لان هو مش هنحتاج ان احنا نفتح تاني ولا هنحتاج وكمان هنسيب وقت طويل للتشوز عشان يحصل له هيلينج من غير ما نعمل له انتربشن. ده طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة دي ده اكسباندد بولي تترا فلورو اسيلين. دي اشكال الجورتكس اللي هو نون ريزوربابل اللي هو الاكسباندد بولي تترا فلورو اسيلين. وقلنا ان هو بيبقى كل شكل على حسب الوند اللي انت حاطه فيه. دي برضو اشكال الجورتكس. ده بيتحط لو بكالي او لينجوالي ده بيتحط انتربروكسيمالي. وعملوا منه نوع تيتانيوم ري انفورسد حطوا فيه التيتانيوم عشان ما يحصلوش كولابس بسرعة عشان يعني ما يقعش جوه الوند. هنا بيقيس البوكت طبعا بعدين فتح الفلاب عادي عمل كونفنشنال فلاب. بعدين بدأ حط هنا البون جرافت وبيحط الممبرين اهو فوق البون جرافت. هنا بقى حط بدأ يدخل الممبرين انتر بروكسيمالي. دي برضو كل الكريتيريا اللي انا قلت لكم عشان تنجح الجايد تيشو ريجينريشن. التكنيك طبعا احنا شرحناه المره اللي فاتت وقلت لكم ان الفلاب المفروض يعني اكستند لاترالي من حوالي 2 ل 3 ملم بياند الديفكت وابيكالي من 3 ل 4 ملم كده كاترة. وان هو يبقى تحت السمنتو وكرونالي ان هو يمتد يبقى تحت السمنتو انامل جانكشن ابيكال سمنتو انامل جانكشن بحوالي 2 ملم. دي الديس ادفانتج طبعا بتاع النون ريزوربابل ان هو بيحتاج ان احنا نفتح تاني سيرجري وان بعد من اربعة بيقعد من اربعة لستة ويكس وتحتاج سيرجري تاني عشان تشيله وانك ممكن تعمل انتربشن للتيشوز اللي اتكونت اثناء الهيلينج. دي انواع قلنا البايو ريزوربابل اللي احنا اتفقنا عليها دكاتره وقلنا ان الكولاجين من اهم الميمبرينز اللي احنا بنفضلها. في نوع قلنا اسم البايو جايد وفي البايو ميند زي ما اتفقنا ونحفظ مكوناتهم ايه وجايين من في نوع جاي من البورساين في نوع جاي من البوفاين. دي حاجات ريزوربابل دي حاجات بيولوجيكال. الحاجات النون بيولوجيكال اللي هي بتتعمل من البوليمرز قلنا زي الاوسيوكويست اللي هو اسمه جور وفي الاتريزورب في الفيكريل وفي الريزوليوم. ماشي يا دكاتره دي الحاجات اللي هي بتتكون من البوليمرز سواء من بولي لاكتيك او من كومباينيشن من البولي لاكتيك مع البولي جلايكوليك او من بولي جلايكوليك بس. البوليوستيان برضو زي ما اتفقنا استخدموه كجايد تيشو ريجينريشن وخدوه من البلد بتاع البيشنت. نفس الفاكتورز زي ما قلنا اللي بتأثر على الجايد تيشو ريجينريشن اللي احنا قلناه سواء بيشنت فاكتور او ديفكت فاكتور او جايد تيشو ريجينريشن واند هيلينج فاكتور. بيشنت فاكتور زي ما اتفقنا على حسب الليفل بتاع الدنتال بلاك كنترول على حسب السموكينج هل في ريزيدوال انفكشن ولا لا على حسب الديفكت. كل ما كان قلنا ديب ونارو كل ما كان مور سيتابل للجايد تيشو ريجينريشن. كل ما كان شال وايد مش بيبقى مناسب قوي. اوكي الجايد تيشو ريجينريشن تكنيكال فاكتورز على حسب الفلاب ديزاين
حطيت الماتيريالز صح ولا لا، الممبرين عملت ووندو كلوجر كويس ولا لا، في بوست اوبرتيف دنتال بلاك كنترول ولا لا. طبعا استخدام الانتيبيوتيك من الحاجات المهمه بعد ما بتحط الجادي تيشو ريجينريشن علشان اقلل البكتيريا اللود على الاكسبوزد ممبرين، لان لو حصل اكسبوجر لا قدر الله يبقى فيه ريديوسنج البكتيريا اللود وما يحصلش بكتيريا كونتامينيشن يعني. احنا كنا وقفنا اخر حاجه زي ما قلت لكم في الحاجات اللي انا قلتها لكم دي في المحاضره. المفروض النهارده بقى ان احنا كنا نبدا في البايوموديفيكيشن بتاعه الروت سيرفيس، وقلنا يا دكاتره ان احنا قلنا معنى كلمه بايوموديفيكيشن ان انت بتعمل كونديشننج، يعني بتهيئ الروت سيرفيس عشان يمسك في الاتاشمنت الجديده تمسك فيه، اوكي، عشان يعمل ديبوزيشن جديد للنيو سيمنتم، يتهيأ ان يحصل عليه ديبوزيشن جديد للنيو سيمنتم والنيو اتاتشمنت تمسك في النيو سيمنتم ده. طيب فهم قالوا ان في سابستنس معينه هنعملها علشان تعمل كونديشننج للروت سيرفيس دي، منها السيتريك اسيد. طيب قالوا ايه بقى الميكانيزم بتاع السيتريك اسيد وليه بيعمل كونديشننج للروت سيرفيس؟ لانه عن طريق ان هو بيعمل ديمينراليزيشن للروت سيرفيس، فبالتالي بيعمل اكسبوجر للدنتين والسمنتم كولاجين ماتريكس، فده بيسرع لك الهيلنج وبيعمل نيو سمنتم فورميشن. تاني حاجه ان هو ريموف السمير لاير، نوت بس مش بس ريموف السمير لاير، لا ده كمان بيخلي التيوبولز بتاعتك الدنتينال تيوبولز وايدر وبيخلي الاورفيس بتاعتها فانل شيب، كمان بيشيل الاندوتوكسين والبكتيريا من على الروت سيرفيس، وكمان بيحفز ان يحصل الفايبرين لينكج مع الكولاجين فايبرز. ف ولقوا ان احنا بيستخدم السيتريك اسيد على روت سيرفيس لازم يكون حصل له بلاننج يا دكاتره، فبيعمل اريا من الديمينرالايزد اريا حوالي عمقها 4 ملم، لكن على نون بلاند سيرفيس ما بيعملش حاجه، لازم السيرفيس الروت سيرفيس يبقى حصل له بلاننج. طيب طريقه استخدامه، برفع في لاب عادي وبعمل سكيلينج وروت بلانينج زي ما اتفقنا، بشيل الكالكولاس والديزيز سيمنتم طبعا، وبروح اعمل ابلاي كوتون بليت بعملها سوكد فيه ساتوريتد، بغطسها بساتوريتد سيتريك اسيد البي اتش بتاعه واحد، وبسيبه على الروت سيرفيس من دقيقتين لخمسة مينتس من لفايف مينتس يعني، وبعدين بشيل الكوتون بيلت دي وبعمل اريجيشن للروت سيرفيس كويس جدا بفيوز ووتر، وبعدين ارجع الفلاب تاني واعمل سوتشر. انذر سابستنس استخدموها في الكونديشننج اللي هو التترا سايكلين. احنا خدنا ان التترا سايكلين طبعا يا دكاتره من الحاجات اهم حاجه من الانتيبيوتكس المهمه جدا، خدتوها في الانتي ميكروبيال وخدناها في الهوست ميديوليشن. لقوا ان التترا سايكلين برضو من السابستنس المهمه اللي احنا بنستعمل بنعمل بيها باي موديفيكيشن للروت سيرفيس. طب الكاركترستيك بتاعها ايه او الميكانيزم بتاعها ايه؟ لقوا ان هو بيزود البايندنج بتاع الفايبرونكتين. فايبرونكتين ده عباره عن جلايكوبروتين بتفرزه موجود في السيرم وبتفرزه بعض السيلز، ده بيحفز الاتاشمنت بتاع الفايبر بلاست، او هو اللي بيساعد الاتاشمنت بتاعت الفايبر بلاست للتو سيرفيس للروت سيرفيس، فهو بيزود زي ما اتفقنا البايندنج بتاع الفايبرونكتين كي اللي هو بيحفز الفايبرونكتين هو اللي بيحفز الفايبروبلاست اتاشمنت اند جروث، وفي نفس الوقت بيقلل الابيثيليال سيل اتاشمنت ومايجريشن، لان هو بيحفز ان الفايبروبلاست تمسك في الروت سيرفيس. طيب كمان بيشيل الامورفوس لاير اللي هي السمير لاير وبيعمل اكسبوجر للدنتينال تيبيولز، اليمينيت الاندوتوكسين زي بالظبط السيتريك اسيد، واكسبوز الدنتين والسمنتم كولاجين عن طريق الديمينراليزيشن، كمان زي ما قلنا ان هو عنده انتي ميكروبيال افكت، وزي ما اتفقنا دكاتره ان هو عنده انتي كولاجينوليتيك افكت يعني ضد تكسير الكولاجين، فبالتالي ريتارد الكولاجين بريك داون، ودي من الحاجات اللي استخدموها في الهوست ميديوليشن. بنستخدمه عن طريق ان احنا بنعمل كونديشننج، بنستخدم حوالي 125 ملي جرام من التترا سايكلين بير 1 ملي من السلاين للروت سيرفيس فور 3 مينتس. لقوا ان التترا سايكلين الون بيدي بيتر ريزلت عن لو حصل له كومباينيشن مع الفايبرونكتين. سبستنس اخرى من
الحاجات اللي بتعمل باي موديفيكيشن اللي هو الايديتا. الايديتا او الايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد، دي حاجه كانت ريسنت يعني تعتبر قريبه مش بعيده، اكتشفوها انها لها دور في البيرودونتال ريجينريشن لانها بتعمل ديمينراليزيشن للروت سيرفيس، فبتعمل اكسبوجن للكولاجينس دينتين ماتريكس من غير ما تاثر على الفيتاليتي بتاعه السراوندنج بيرودونتال تيشو لانها نيوترالي بافرد، يعني ما تاثرش على البي اتش خالص ولا بتاكل من التو سيرفيسز خالص. الفايبرونكتين دكاتره دي من السابستنس اللي بنعمل بيها باي موديفيكيشن، دي اسمها اتاتشمنت فاكتور، زي ما اتفقنا قلنا هو عباره عن جلايكوبروتين الفايبروبلاست ريكواير تو اتاتش للروت سيرفيس، موجود في السيرم برودوسد باي ميني سيلز. الاديشن بتاع الفايبرونكتين للروت سيرفيس لقوا ان هو بروموت النيو اتاتشمنت لان هو بيشجع الفايبروبلاست انها تمسك في الروت سيرفيس. الماتيريال موجوده في يوروب في الاسواق في الماركت اسمها تيشو كول. الفايبرونكتين لقوا ان هو بيولوجيكال ميدييتور انهانس التيشو ريسبونس في الايرلي فيزز بتاعه الوند هيلينج، ليه دور جدا في الايرلي هيلينج او في الايرلي فيزز بتاعه الوند هيلينج، بيمنع السيبريشن بتاعه الفلاب، فيفور الهيموستاسيس وفيفور الكونكتيف تيشو ريجينريشن. وهو يعتبر كان استخدموه كبرومايزنج ماتيريال او سبستانس في عالم الريجينريشن. البولي بيبتايد جروث فاكتورز يا دكاتره من البيولوجيكال ميدياتورز اللي استخدموها برضو في الريجينريشن. احنا قلنا احنا استخدمنا عملنا البايو موديفيكيشن، بعد كده استخدموا البيولوجيكال ميدياتورز عشان يعملوا بيها برضو او تشجع على الريجينريشن. الجروث فاكتورز ما هي عباره عن بولي بيبتايد مولكيولز ريليزد باي سيلز في الانفلمد اريا، يعني هي بتتفرز في اثناء الانفلمد اريا عن طريق السيلز الموجوده في الانفلمد اريا، ريجوليت الايفنتس بتاعت ان الوند هيلينج، هي اللي بتنظم الايفنتس بتاعت الوند هيلينج. هي تعتبر كونسيدرد كهرمونز لكن نوت ريليزد في البلاد ستريم. الجروث سابستنس هي دكاتره ريجوليت الكونكتيف تيشو سيل مايجريشن والبروليفريشن والسنسز بتاعت البروتينز والاذر كومبوننتس بتاعت الاكسترا سيلولار ماتريكس، يعني عمليه الريجينريشن كلها من سواء من مايجريشن للسيل وبروليفريشن وانك تكوني البروتينز والاذر كومبوننتس بتاع الاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب لقوا ان اهم جروث فاكتورز موجوده او بنستخدمها هي البليتلت درايفد جروث فاكتور، الانسولين لايك جروث فاكتور، والفايبروبلاست البيزك فايبروبلاست جروث فاكتور، وترانسفورمينج جروث فاكتور الفا وبيتا. الجروث فاكتور من السبستنس اللي بتستخدم عشان كنترول الايفنتس اثناء الوند هيلينج، بتحفز البروليفريشن بتاعه الفايبروبلاستس. لقوا انها سيكريتد عن طريق السيلز زي الماكروفاجس، الاندوثيليال سيلز، الفايبروبلاست، البليتلتس، كل السيلز دي هي اللي بتفرز ال 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 الجروث فاكتورز دي، وليه دور مهم زي ما قلنا في المايجريشن بتاعت السيلز خاصة الاوستيوبلاستس والفايبروبلاستس. طيب استخدموا ميدياتورز تانية برضو في بيولوجيك ميدياتورز، يعني متاخدة من جسم الانسان برضو او من اي جسم كائن حي بمعنى اصح علشان يعملوا بيها ريجينريشن. من اهم الميدياتورز اللي لقوها اللي هو البون مورفوجينيتك بروتينز البي ام بي، دي عباره عن لارج فاميلي من الريجولاتوري فاكتورز لقوها موجوده في البون اندكتيف اكستراكتس اوف بون اللي هو الاكستراكتس بتاعه البون. فلقوها ان هي انديوس البون فورميشن، البروتينز دي بناخدها من البون وهي انديوس البون فورميشن، فهي جود كانديديتس للريجينريشن بتاع الالفولار بون. هي حاجه اوستيو اندكتيف وهنشرح ان شاء الله يعني ايه اوستيو اندكتيف واوستيو كوندكتيف. اوستيو اندكتيف فاكتورز زي مي هاف البوتنشال انها ستيميوليت الميزنكايمال سيلز انها تتحول ل اوستيوبلاست فتكون البون. من البيولوجيكال ميدياتورز برضو اللي احنا برضو استخدمناها فور ريجينريشن اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس بروتين اللي هو الانامل ماتريكس بروتينز. انامل ماتريكس بروتين اسمه اللي هو الاميلوجينين، الاميلوجينين ده دكاتره سيكريتد باي الابيثيليال روت شيز اوف هيرتويج ديورينج التوز ديفلوبمنت، ده انديوس الاسيلولار سيمنتم فورميشن. لقوا ان هو انديوس الاسيلولار سيمنتم فورميشن، بدل هو بيساعد على تكوين الاسيلولار سيمنتم فورميشن يبقى ليه دور في الريجينريشن. طيب موجود في السوق باسم امدوجين،
ده اوبتند من البورساين، من البورساين توث، يعني بياخدوه من سنان الخنازير، وده ابروفد باي الاف دي اي. الماتيريال دي موجوده في الاسواق على هيئه فيسكاس جل، عملوها عن طريق ان ميكسنج، عملوا ميكسنج ال1 مللي من الفيهيكل سوليوشن مع الباودر وحطوها في سيرنج اللي انت بتعملها بعد كده انجكشن انتو السايد بتاع البوند ديفكت اللي عندك او البيردونتال ديفكت اللي عندك. طيب كده خلصنا الحاجات اللي فيها النون جرافت اسوسييتد نيو اتاتشمنت. طيب الحاجات اللي فيها جرافت اسوسييتد نيو اتاتشمنت نستخدمه في الجرافت، في ترمز معينه لازم نعرفها يا دكاتره. في حاجه اسمها اوتو جرافت، في حاجه اسمها الو جرافت، في حاجه اسمها جينو جرافت، في حاجه اسمها الو بلاستس. دي انواع الجرافتس: اوتوجينس بون جرافت، الوجينيك جرافتس، اكزينوجينيك جرافت، والالو بلاستس. اوتو جرافت يعني متاخده من نفس الشخص، يبقى الجرافتد ماتيريال دي اوبتيند من ذا سيم بيرسون. الو جرافت يعني جرافت متاخده من اشخاص تانية من نفس الفصيله بتاعتك. زينوغرافت يبقى جرافتد ماتيريال متاخده من اذر سبيشيز، يعني من الانيمالز. والالوبلاستس هو عباره عن سينثيتك بون جرافت ماتيريال، يعني ماتيريالز من ضمن مكوناتها او الاستراكشرز بتاعها قريب من الاستراكشرز بتاعه البون، لكن هي كلها سينثيتك، حاجات بون جرافت سبستيتوت، يعني حاجات مش طبيعيه. الترمز برضو اللي احنا عايزين نعرفها كلمه اوستيوجينيسيس و اوستيو اندكشن و اوستيو كوندكشن. الاوستيوجينيسيس يا دكاتره هو عباره عن فورميشن او ديفلوبمنت للنيوبون عن طريق السيلز كونتينت في الجرافت، يبقى الجرافت ده هو اللي موجود في السيلز نفسها اللي هتكون البون. الاوستيو اندكشن ده كيميكال بروسيس، عمليه كيميائيه بحيث ان المولكيولز الموجوده جوه الجرافت زي البون مورفوجينيتك بروتينز تبقى موجوده جوه الجرافت، فهي تحول النيبرنج سيلز الى اوستيوبلاستس. لكن الاوستيو كوندكشن دي عباره عن فيزيكال افكت او فيزيكال بروسيس، فيها الماتريكس او الجرافت بيشتغل كسكافولد، يعني كدعامه او سقاله، يا دوبك هو بس بيشتغل كسقاله يتكون عليها البون من الاوتسايد سيلز، يعني السيلز اللي حواليه هي اللي تبدا تكون بون، والبون ده يتحط عليه كسائل، هو بس دعامة للبون اللي هيتكون ده. اوكي يا دكاترة؟ لكن هو ملهوش اي دور في تكوين البون خالص. طيب بقى احنا هنا قلنا كده، يبقى المفروض ان الجرافت بتاعي يبقى فيه كرايتيريا معينة تتوفر فيه عشان يبقى ايديال واقدر استخدمه. طيب اول حاجة ان هو بيكون بيولوجيكالي اكسبتبل، ان هو يكون نون توكسيك طبعا، ما بيعملكش اي اليرجيك او اميونولوجيك رياكشن. تاني حاجه يكون كلينيكالي فيزابل، متوفر طبعا وسهل الاستخدام، يبقى عنده مينيمال اوبريتيف هازارز، الاستخدام بتاعه سهل ما يعمليش اي مشاكل وانا بستخدمه، والبوست اوبريتيف برضو كومبليكيشن بتاعته تبقى مينيمال، ما يعمليش اي اليرجي، ما يعمليش اي مشاكل بعد ما احطه جوه الديفكت. يبقى بيشنت اكسبتنس، يقدر يرضي المريض من حيث السعر او من حيث السعر طبعا، لازم يبقى الكوست بتاعه كويس. رابيدلي فاسكولارايزد، ان هو يبقى بيحصل له فاسكولاريزيشن بسرعه مع التيشوز الجديده اللي هتتكون. يبقى ايزلي انكوربريتد باي الهوست بون، سهل ان هو يخترق بالهوست بون عشان ويحصل له ريزوربشن طبعا، وريبليز باي نيو هوست بون. طبعا يا ريت بقى ان هو يكون استيميوليت الاستيوجينيسيس علشان ده يبقى احسن، كل ما كان هو جواه سيلز بتعمل البون فدي بيبقى احسن. الريسيبيانت سايد اللي انت هتحط فيها البون جرافت يا دكاتره لازم تبقى فري من اي انفكشن، لازم تبقى فيها ادكويت بلاد سبلاي عشان ده هيعمل لي انشورنس ان يحصل رابيد انفيجن للجرافت بالجرانيوليشن تيشو. لازم اضمن كمان ان ما يحصلش اي موبيلايزيشن للجرافت عشان الجرافت يقدر يعيش ويعمل الوظيفه بتاعته. احنا قلنا ايه الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الجرافت، ثلاث حاجات: يا اما هو نفسه في سيلز بتكون البون، يبقى تكون النيو بون عن طريق اتس اون فيابيليتي، يا اما هو انديوس البون فورميشن من السيلز اللي حواليه عن طريق ان هو في مولكيولز بتحفز السيلز اللي حواليه انها تحول اوستيوبلاست،
لا اما تالت حاجه ان هو بيشتغل بس كسكافولد ماتيريال النيو بون الجديده تعمل لي داون عليه بس، يعني يا اما اوستيوجينيسيس يا اما اوستيو اندكشن يا اما اوستيو كوندكشن. قلنا تعريف الاوستيوجينيسيس وقلنا عباره عن جروس للبون من الفايبل سيلز اللي هي موجوده ترانسفيرد ويزن الجرافت. لقوا طبعا احسن نوع بون يعمل الاوستيوجينيسيس ده اللي هو الاوتوجينس بون اللي هو بيتاخد من نفس البيشنت. اوكي لقوا انك طبعا لو زرعت اوتوجينس بون او اوتوجينس سيلز يعني او اوستيوجينيك سيلز سبكتونيوسلي في حتت اكتوبيك لقوا ان هي بتكون بون. اوكي الاوستيو اندكشن يا دكاتره زي ما اتفقنا دي عمليه كيميكالي بروسيس بتشبه الاوستيوجينيسيس بس بتختلف عنها في ان البون جرافت نفسه مش بيحتوي على سيلز، لا هو بيحتوي على بروتينز او مولكيولز هي اللي بتحفز النيبرنج سيلز انها تتحول لاوستيوبلاستس، والنيبرنج سيلز اللي اتحولت لاوستيوبلاست هي اللي هتكون البون. المولكيولز دي اللي هي البون مورفوجينيتك بروتينز اللي هي البي ام بي اللي احنا لسه شرحناها من شويه اللي هي البيولوجيك ميدييتور اللي استخدموها فور الريجينريشن. لقوا برضو انك لو حطيت اي اوستوكوندكتيف ماتيريال تحت الجلد فهتكون حتى لو ما فيهاش بون او يعني طبعا تحت الجلد ما فيش بون، فانت لو حطيت اي اوستوكوندكتيف ماتيريال هتعمل لك بون تحت الجلد او في اي اكتوبيك تيشو. الاوستيو كوندكشن قلنا دي عمليه فيزيكالي فيزيكال بروسيس اللي فيها البون جرافت بيشتغل يا دكاتره كسكافولد زي قلنا زي دعامه او كسقاله بتكون بس عليها بتسمح ان يتكون عليها الديبوزيشن بتاعه النيو بون، هي ملهاش اي دور في تكوين البون. لقوا انك لو عملت زرعت اي اوستيو كوندكتيف جرافتس في منطقه سبكتونياسلي مثلا من عمرها ما هتكون بون لوحديها كده دكاتره. طيب من اشهر المواد اللي ليها اوستيو كوندكتيف بروبرتيز اللي هو الالوبلاستس والاكزينوجرافت. الالوبلاستس والاكزينوجرافت بيشتغلوا كاسكافولد ما لهمش اي دور في تكوين البون خالص، هما بيشتغلوا كاسكافولد بس. طيب ايه بقى الاوتوجينس بون جرافت ده؟ الاوتوجينس بون جرافت بياخدوه دكاتره، يعني انت البيشنت بناخد الاوتوجينس بون جرافت ده من نفس البيشنت اللي هنزرع له او هنعمل له في البون ديفكت اي سيرجري او في البريدونتال ديفكت هنزرع له البون جرافت ده فيه. فاحنا بناخد البون جرافت من نفس من اي حته تانية سواء بقى انترا اورال او اكسترا اورال. طيب ايه المناطق الانترا اورال اللي احنا ممكن ناخد منها الاوتوجينس بون جرافت دي؟ لو احنا ممكن ناخد من اشهر حاجه التوبيروستي سايتس، ودي لان فيها مشهوره بالريد مارو موجوده في الكانسيلس بون بتاع التوبيروستي، فسهل ان احنا منها ناخد الريد مارو، فمن اشهر المناطق اللي هي التوبرستي سايت مليئه بالريد مارو. تاني حاجه ممكن ناخد من هيلينج اكستراكشن وونت او من ايدنشلس اريا، او ممكن نعمل احنا نفسنا نعمل وند في البون ونسيبه يحصل له هيلينج لمده حوالي من 6 ل 9 ويكس، وبعد كده ناخد التشوز الجديده اللي هتتكون، او من بون ريموف ده اثناء اوستيوبلاستيا او اوستيوتومي. يعني البيشنت ده كان بيعمل اوستيوبلاستيا او اوستيوكتومي وخدنا منه شويه بون في اي عمليه في اي حته تانية في بقه فنحطهم في اي بيردونتال ديفكت عنده. ده شكل البون تريفاين يا دكاتره. البون تريفاين ده انسترومنتس كده زي ما انتم شايفين ليها الكاتب بتاعتها دي كده مشرشره بحيث ان احنا نحطها، فدي التب من تحت فنحطها في البون وتقطع على طول حتة من ده زي ما طبعا ممكن نحطها في كونترا كده زي ما احنا فتدور التب بتاعتها تدور وتاكل حتة من البون زي ما انتوا شايفين كده. دي ايدنشلس اريا جنب التوس، فعملنا اخدنا منها ايه يا دكاتره جزء منها او في الماكسيلو تيبرسي المنطقه دي من منطقه الماكسيلو تيبرسي وخدنا منها كده يا دكاتره. ماشي
اهي برضو بونتريفاين، وخدنا منه قطعنا التيشوز وبعدين ناخد منه بون. جنبي ايدنشلس اريا دخل بالتريفاين بالبونتريفاين و اخد بون سبيسمن بالبونتريفاين من ايدنشلس اريا دي، وراح زرعها هنا في البوند افكت اللي هنا. ده بعد الهيلينج دخل، ده قبل الهيلينج، ده قبل الهيلينج سوري، ده قبل الهيلينج وده بعد الهيلينج. طبعا عمل سوتشرينج، ولا ده بعد الهيلينج لقى ان البوكيت طبعا ايه قل جدا، الاريا حصل لها هيلينج، وهنا البوكيت ديبس خلاص راح، او البريدنتال ديفكت هنا راق، وعمل البيشنت عمل بريدج. طيب دي طريقة تانية عشان ناخد بيها انترا اورال بون، دي اسمها البون تشيفنج يا دكاترة، اللي هو احنا ناخد النشارة بتاعت البون. فاحنا هنا دي مكنة معينة بينشر بيها البون، سواء من الفولار ريدج او من ايدنشلس اريا، وبياخد النشارة دي يا دكاترة وبيحقنها او بيعملها بيغمسها مع البلد بتاع البيشنت ويحطها في الديفكت اللي انت عايزه. دي حاجة اسمها الاوسيوس كواجولم. الاوسيوس كواجولم ده عبارة انك بتاخد البون تشيفنج اللي هي النشارة اللي نزلت من البون، البون داست، واعمله مع البلد، فهي حاجة اسمها اوسيوس كواجولم. التكنيك ده بيعتمد ان انا باخد سمول بارتيكلز بيبقى مطحون من الكورتيكال بون، فكل ما كانت البارتيكل سايز دي صغيرة كل ما ادتني اديشنال سيرفيس اريا تبقى افيلابل للانتر اكشن بتاع السيلولر والفاسكولار اليمنتس، يعني بزود السيرفيس اريا تبقى افيلابل لي يحصل سيلولر وفاسكولار اليمنتس، فبتسرع الريجينيريشن. الامبلانت ماتيريال دي هجيبها يا اما من لينجوا ريدج من الماندبل، او اكسستوزيس، او تراي من ايدنشلس ريدجز، بون ريموفد من الاوستيوبلاستيا والاستيوكتومي، واي لينجوال سيرفس بتاعت الماندبل او المجزلة، بس يكون بعيد عن الروت بخمسة مليمتر. بعملها باستخدام كاربايد بير مقاس ستة او تمانية، وبحط البون تشيفنج اللي هيطلع او البون الدست اللي هيطلع لي فيه استرايل ده بنديش، وحطه مع البلاد زي ما اتفقنا، وبحطه جوه الديفكت. طيب ايه الديس ادفانتج بتاعت الاوسيوس كواجولم ده دكاتره؟ الديس ادفانتج بتاعته ان النوع البون اللي طالع والكوانتيتي بتاعته انا ما اقدرش اتحكم فيها للاسف، يعني على حسب المنطقه اللي انا واخده منها، فالانون كواليتي ما بكونش عارفه الانون كواليتي والكوانتيتي بتاعت البون فراجمنت اللي انا عارفاه، حتى جوده البون كوانتيتي الفراجمنت نفسها مش عارفاها. طبعا ما بقدرش اطلع كميه كبيره، فبالتالي ما بقدرش استخدمها لو عندي لارج ديفكتس. واخر حاجه ان انا ما بقدرش اعمل اسبيريشن عشان اجمع الاكيوميليشن بتاعه البون داست اللي هيطلع لي ده. علشان يتفادوا البروبلمز بتاعه الاوسيوس كواجولم راح اعملوا حاجه اسمها البون بلند. البون بلند دي يا دكاتره ان انا بعمل اوتوكلافد بلاستيك كبسولز، بحط فيها البون، البون ده بحدد مكان معين انا عارفه نوع البون فيه، وباخد منها بعد ما احدد البريديترماين سايت ده باخد منه البون، والبون ده بحطه جوه كبسول وبعمل لها تراتوريشن بحيث انها تكسر البون ده لحتت صغيره، وبعدين بحطه بعد كده لغايه ما بيبقى زي البلاستيك ماس كده، وبعد كده اعمل له باجد انتو بوني ديفكتس، بعمله زي كبسوله الامانجم كده في الجهاز كده. كاتره من البون برضو الانترا اولر بون اوتوجينس بون بياخدوه برضو من الكانسيلاس بون مارو زي ما اتفقنا في المجزيلر تيوبريستي او ايدنشلس اريا او هيلينج سوكيت. اخر حاجه البونس واجنج. البونس واجنج ده تكنيك يا دكاتره صعب جدا، تكنيكالي ديفيكلت، ولقوا ان اليوسلفنس بتاعته فايدته ليميتد جدا. عملوه ازاي؟ قالوا ان لو عندك ايدنشلس اريا جنب الديفكت بتاعك، فانت بتروح كاسر البون في الايدنشلس اريا دي عن طريق شيزل، وبتروح شددها محركها ومدخلها جوه الديفكت، تملى بيها الديفكت من غير ما تعمل فراكشرنج للبيز بتاعه ايه البون دي. بس طبعا لقاها صعبه، ان صعب انك تفصل حته من البون من غير ما تكسر البيز بتاعتها عشان تحافظ على البلاد سبلاي، فكان صعب.
ده البون بلند يا دكاتره زي ما اتفقنا، ده عملوه عشان يتفادى الديس ادفانتج بتاعه الاوسيوس كواجلام، فبيحدد من منطقه معينه من البون، تبقى عارف الجوده بتاعتها عامله ازاي، وهتطلع منها كميه قد ايه، وتروح اخد منها وتروح حاطط البون في، بيحط البون في كبسوله زي بتاعه الامالجم، وبيعمل لها تراتوريشن، وبتبقى اوتوكلاف ده طبعا، وبيحط يعملوها تراتوريشن لغايه ما تبقى شكل عامله بلاستيك، بتبقى زي البلاستيك كده لايك ماس، وبعدين يحطوها في البستل وتعملها باجد انتو البوني ديفكت. طيب البوني سواجنج اللي احنا قلنا عليه، هو عندك دنشلس اريا جنب البون ديفكت، فانت بتكسر بالتشيزل في البون في الادنشلس اريا، وتروح محرك حته البون اللي انت كسرته من غير ما تعمل سيفيرنج للبيز بتاع البون، وتروح محركه وتملى بيه الديفكت زي هنا كده، ملى بيه الديفكت وهنا ما كسرش البيز بتاع الايه البون. بس طبعا لقوا ان التكنيك ده صعب جدا، لان غصب عني وانا بعمل وبحركها لازم هكسر الحته بتاعه البيز، فعشان كده مش مستخدم. طيب خلصنا الانترا اورال. طيب ممكن لو احنا ممكن ناخد من مناطق اكسترا اورال، طبعا لو اهم منطقه اللي هي منطقه الاليا كريست، ناخد منها يا اما فريش في نفس العمليه ونروح عاملين له عمليه ثانيه في البق، يا اما ناخدها ونعمل لها فريزنج، يعمل لها فريزنج يحفظوها لا ان هي سكسسفول في البوني ديفكت وخسرته الثري وول والتو وول وفي الفوركيشن، لكن لو عليها مشاكل كتيره جدا فعشان كده بطلوا يستخدموها. من اهم المشاكل بتاعتها بوست اوبرتيف انفكشن والاكسفوليشن بتاع البون في المنطقه دي، اللي هياخدوا منها او اللي هيحطوا فيها البون اللي هيحطوه بيحصل له اكسفوليشن او ايه سيكوستريشن، بيحصل الريت بتاع الهيلينج بيبقى مختلف من بيشنت لبيشنت طبعا على حسب حاجات كتير قوي، ممكن بيحصل روت ريزوربشن وبيحصل رابيد ريكالنس للديفكت، ولاقوا ان طبعا البيشنت اكسبنس طبعا بتبقى غاليه جدا، وبتبقى صعبه انك تلاقي بيشنت يرضى انك تاخد من الالياك كريست بتاعته ان هو يفتح عمليه في الاليا ويفتح عمليه في بقه، فصعب ان تلاقي دونر عشان يدي لنفسه. فعشان كده قالوا طيب احنا ممكن نشوف الانترا اورال طبعا بون جرافت او الريجنس بون جرافت، ده من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها لو البيشنت ريدي ان هو يتعمل له يعني في منطقه ثانيه، او لو متاح ليك انك تاخد من الادنشلس اريا من البيشنت فده احسن. طيب الالوجينيك بون جرافت طبعا دي طلعت، قالوا احنا ممكن ناخد الجرافت من اذر بيشنت اوف ذا سيم سبيشيز. اوكي انت انسان فاحنا هناخد برضو من انسان زيك، طبعا بياخد من الناس الدد الميته. عملوا الانواع بتاعه الالوجينيك جرافت اللي هو الفريز درايد بون والديمينرالايزد فريز درايد بون والايريجيتد كانسيلس بون. الالوجرافتس عشان انت بتاخد من بيشن تاني، فالبيشن تاني ده ممكن يحصل لما من البون جرافت بتاعه ممكن يحصل من انتيجينيك بوتنشال او اليرجيك بوتنشال او ايمونولوجيك بوتنشال ليه، فعشان يقلل الاتيجينيك بوتنشال من الالوجرافتس عملوا عالجوه بالراديشن والفريزنج والكيميكال تريتمنت. طيب البون جرافت زي ما اتفقنا ان هي افيلابل في التيشو بانك، دي اوبتيند من الكورتيكال بون within 12 hours of the death of the donor، يعني تاخد واحد يكون متبرع مثلا باعضائه بعظمه بقى ناخد خلال 12 ساعة من الدس، بعمله ديفاتنج وبقطعه in pieces وبعدين اغسله كويس في ابسوليوت الكحول واعمله دي فروزن. بعد برضو الماتيريال باخدها بعمل لها ديمينراليزيشن لو انا هعمل نوع ديمينراليز، واطحنها واخليها في سايز حوالي من 250 ل 750 مليمتر واعمل لها فريز درايد، دي لو كانت ديمينرالايزد، لان هم عملوا منها نوع ديمينرالايزد ونوع سابوه مش من عادي يعني من غير ما يعملوا له ديمينراليزيشن، وبعدين بحطه في فاكيوم سيلد جلاس فايل وبعينها عشان تستخدم على طول للبيشنت بعد اي بيشنت محتاجه. طيب طبعا اخدوا نيومرس ستيبس عشان اليمينيت اي فايرال انفكشن زي مثلا الاتش اي في انفكشن، اول حاجه ان هم عملوا اكسكلوجن اوف دونر من الهاي ريسك، اي جرو اي بيشنت
بيبقى معروف ان هو عنده اتش اي في ده بتنحاه جانبا. بيعمل بعمل فاريوس تيستس على الكاديفر على الناس اللي هي بتدينا يعني عشان اكسكلود اي تايب من الانفكشن او المالجنن. ثالث حاجه ان الماتيريال دي لازم تريتد بكيميكال ايجنت كويس جدا او سترونج اسيدز عشان ان اكتيفيت اي فيروس لو موجود. اهم انواع الالوجرافت الفريز درايد اللي هو الاندي كالسيفايد اللي هو ما عملوش جينرالايزيشن بون الوجرافت ده لقوا ان هو اوسيو كوندكتيف ماتيريال بيستخدم كسكافولد ولما استخدموه لان هو يعني بيحسن البوند افكت بيخلي يحصل بون ريجينريشن بحوالي 50-67%. لكن النوع الثاني اللي استخدموه لقوا احسن اللي هو ديكالسيفايد فريز درايد بون الوجرافت ان هم عملوا ديكالسيفيكيشن للبون فلقوا ان هو بقى اوسيو كوندكتيف. الاوسيو كوندكتيف لانه هو لما عملت الديمينراليزيشن في كولد ديلوتد هيدروكلوريك اسيد لو ان هو عمل اكسبوزس اكسبوجر للكومبوننتس بتاعه البون ماتريكس فبقت اللي هي البون مورفوجينيتك بروتين عمل لها اكسبوجر فحفزت طبعا ان الماتيريال دي بقت اوسيو كوندكتيف سوري ان الماتيريال بقت جواها البروتينز دي اكسبوز بحيث انك اول ما تحطها تبدا تخلي تعمل تشجع النيبرنج سيلز انها تحول لاوسيو بلاست. فطبعا لو الدي اف جي بي اي احسن كتير من الاف جي بي اي. والنوع الثالث اللي هو الفريش فروزن بون ده ما بيستخدمش دلوقتي خالص لان هم كانوا بياخدوا البون على طول ويزرعوه في بيشنت تاني ده كان فنبطل يستخدموه نتيجه الانتيجينستي بتاعته والبوسيبيليتي اوف الديسيز ترانسفير. من اهم الاوسيو كوندكتيف بروتينز اللي لقوها في الاف الدي اف دي بي اي ده اللي هو الاوستوجينين ده اللي هو البي ام بي 3 وده ليه دور كبير قوي في البرودونتال ريجينريشن يستخدموه كبيولوجيكال ميدييتور. تالت نوع من البون جرافت اللي احنا عارفينها اللي هو الزينوجينيك بون جرافت ده جرافت اخدوه من ديفرنت سبيشيز زي البوفاين والبورساين يا دكاتره اللي هو الخنازير. الزينوجرافت هي عباره عن ناتشورالي درايفد دي بروتينايزد كانسيلس بون وهما بياخدوا كانسيلس بون وبيعملوا لها دي بروتينايزيشن يعني بيشيلوا منها البروتينز اللي فيها. بنتاخد قلنا من انذر سبيشيز زي البوفاين او البورساين بريبيرد بكيميكال او لو هيت اكستراكشن عشان يعمل اكستراكشن للاورجانيك كومبوننت من البوفاين بون فبالتالي اللي هيفضل جوه البون هو الحاجات المينرالايزد فدي بتستخدم كحاجات اوسيو كوندكتيف لان ما فيهاش اي بروتينز تحفز ان يكون بون هي بتستخدم ك اسكافولد. من اشهر الانواع البون درايفد هيدروكسي اباتايت ده اسمه البايوس او الاستيوجراف ان وفي الكورالين كالسيوم كربونات اللي هو بيتاخد من الكورال من الشعب المرجانية. اهم انواع الاكزينوجرافت اللي خدوها من البوفاين او من البوفاين في نوع اسمه الكالفوبون اللي هو البوبلانت ده تريتد بديترجنت اكستراكشن وعملوه بالديترجنت يعني وعمل عشان يطلعوا منه الاورجانيك كومبوننت وعملوا سترايزيشن وفريز درايد ويستخدموه في التريتمنت الاوسيوس ديفكت. الكايل بون ده بتاع كلف او اوكس بون يعني بتاع عجل او تور العظم بتاع التور ده ديناتوريتد ب 20% هيدروجين بيروكسايد ودرايد بالاسيتون وعملوا له سترايزيشن بالايسيلين اوكسايد. اخر حاجه الان اورجانيك بون ده جابوه من البون بتاع الاوكس اللي هو التور والاورجانيك ماتيريال عملوا لها اكستراكشن عن طريق الايسايل الايسيلين ديامين وعملوا لها استراليزيشن باي الاوتوكلافنج لقوا ان الماتيريال دي مش اللي هو الكالفوبون والكايل بون والان اورجانيك بون مش كويسه خالص في الاستخدام لانها لقوا انها بتتعالج بالديترجنت فما بتشيلش كل الاورجانيك كومبوننت بتاعه البون فبالتالي لقوا ان هي بتعمل شويه انتيجينيك ريسبونس فبداوا بطلوا يستخدموها فعملوا زي ما قلت لكم ناتشورال ان اورجانيك مايكروبورس بوفاين درايفد هيدروكسي اباتايت بون ماتريكس
وريسنتلي راحوا عملوا له كومباينيشن مع سينثيتك كولون من 15 امينو اسيد سيكونس اوف تايب 1 كولاجين. يعني عملوا كومباينيشن مع الكولاجين فبقت ماده جديده قوي بتستخدم من الزينوجرافت مع الكولاجين، ولقوا ان الماده دي ليها نتائج كويسه جدا في البون ريجينريشن. الكورالين كالسيوم كربونات قلت لكم اللي بيجي من الكورال او من الشعب المرجانيه، ده اوبتند من ناتشورال كولار من جينس اسمه البرايتس، بيتكون من ماده اسمها الارجونيت اللي هي بتكون من 98% او اكتر من 98% من الكالسيوم كربونات. دي ريزوربابل، بتدوب يا دكاتره، هايلي اوستيو كوندكتيف، ماده اوستيو كوندكتيف. البور سايز فيها من حوالي 100 ل 200 بي ام، سيميلر للبروستي بتاعه الاسبونج بون. اوكي، البروستي بتاعتها بتاعه الماده دي اللي هو الكلورين كالسيوم كربونات دي، البروستي بتاعتها سيميلر للبروستي بتاعه الاسبونج بون الناتشورال. لقوا عشان ان احنا مش من الصعب ان احنا نسهل الاوتوجينس بون جرافت او الالوجينيك او الزينوجينيك حتى، وان هما اكسبنس كمان، فقالوا ان احنا ممكن نوفر حاجات سينثيتك احنا اللي نصنعها فتبقى افيلابل بسعر كويس الى حد ما، البيشنت يقدر يشتريه ويقدر يستخدم بسهوله وما يبقاش ليه اي ايمونولوجيك رياكشن او اليرجيك رياكشن، وما يبقاش توكسيك، ايزي انك تستخدمه، بيبقى اكسبتبل للبيشنت، كل الكرايتيريا المفروض اللي انا عايزاها، ما عدا ان هو بيستخدم كاوستيو كوندكتيف للاسف. فهم قالوا احنا نعمل مواد سينثيتك. في حاجات استخدموها ناتشورال بس هي نون بون جرافت، يعني مش بون جرافت، يعني مش متاخد من البون سواء بتاع بيشنت او بتاع انيمالز، لكن استخدموها في الريستوريشن بتاع البرودونشر كجرافس زي السكليرا زي الديورا زي الكارتليج زي البلاستر اوف باريس. كل المواد دي استخدموها كجرافس شبيهه للبون او تعمل تاثير البون. يعني في البون جراف سبستيتوت اللي هي الحاجات السينثيتك اللي بداوا يصنعوها اللي هي الالوبلاستس، دي اكتشفوها سنه 1996 في الورلد وركشوب في البرودونتكس. قالوا ان السينثيتك جرافت ماتيريال بتشتغل كديفكت فيلر، يا دوبك بتملى الديفكت. اوكي، الادفانتج بتاعتها زي ما اتفقنا ان في ابسنس الانتيجينستي، نو بوتنشال للديزيز ترانسميشن، والان ليميتد سبلاي طبعا بنقدر الالوبلاستز اللي هي الماركتد فور البرودونتال ريجينريشن، في اكتر اتنين هو البوليمرز والبايو سيراميكس، وفي نوع تالت كمان عملناه اللي هو البايو اكتيف جلاس. البايو سيراميك بتشمل التراي كالسيوم فوسفات والهيدروكسي اباتايت. الكالسيوم فوسفات باي ماتيريالز اللي هي البايو سيراميكس قلنا بتشتغل كاوستيو كوندكتيف، مش اوستيو كوندكتيف خالص لانها مش هتبقى انديوس للبون فورميشن، هي دوبك بتشتغل كاسكافولد. في تو تايبز من الكالسيوم فوسفات سيراميكس اللي هو الهيدروكسي اباتايت وتراي كالسيوم فوسفات، بيختلفوا في نسبه الكالسيوم للفوسفات ريشيو. الكالسيوم فوسفات ريشيو في الهيدروكسي اباتايت حوالي 1.67%، دي سيميلر للبرسنتج بتاعه الكالسيوم والفوسفات في البون ماتيريال. الماده دي لو عملوا منها نوع نون بايو ريزوربابل ونوع ريزوربابل. التراي كالسيوم فوسفات نسبه الكالسيوم للفوسفات ريشيو حوالي 1.5، دي بورس فورم من البيتا تراي كالسيوم فوسفات بارشالي ريزوربابل وقلاو البون ريبليسمنت. الكالسيوم فوسفات البايو سيراميك لقوها ان هي توليريتد باي البيشنت ويعني بتعمل ريبير في البرودونتال ليجن، من اشهر انواع لها في البريوجراف والكالسيتيت. دي الكالسيتيت والبريوجراف اللي هي حاجات هيدروكسي اباتايت. الباي اكتيف جلاس دي ماتيريال بتتكون من صوديوم وكالسيوم سولتس وفوسفات وسيليكون دايوكسيد، استخدموها فور دنتال ابلكيشن في على هيئه ايريجولار بارتيكلز، الميجرنج بتاعتها من 90 ل 170، دي سموها بيريو جلاس،
وفي نوع البايو بايوجران ده البارتيكلز بتاعته من 300 ل 355 يو ام. لقوا ان المادة دي لما كم ان كونتاكت مع البرودونتال تيشو او مع التيشوز عموما فلويدز بيحصل ان السيرفيس بتاع البارتيكلز بيبقى بيحصل ان هو بيبقى كوتنج بماده اسمها الهيدروكسي كربونيت اباتايت. دي بتسمح ان الاورجانيك جراوند او موجود فيها اورجانيك جراوند بروتينز اللي اسمها الكوندروتين والسلفيت اند الجلايكوزو امينو جلايكان. ودي الماده دي لقوها انها اتراكت الاوستيوبلاست على السيرفيس بتاعتها فبتكون البون بسرعه. المشكله ان هم لقوا ان كل مجموعه الالوبلاستز معظمها لما بيحصل هيلينج بتكون فايبرس كبسول حواليها بيبقى عازل ما بين الجرافت وما بين النيو بون اللي اتكون, فبالتالي ما بيحصلش نيو اتاشمنت. لقوا ان هو بيحصل بيدخل نيو جونكشنال ابيثيليوم ما بيحصلش نيو اتاشمنت. ال HT بوليمرز ده النوع الثاني غير البايوسيراميك. احنا قلنا في بايوسيراميك وفي باي اكتيف جلاس وفي ال HT بوليمرز. ال HT بوليمرز دي اللي هي الهارد تيشو ريبليسمنت بوليمر. الهارد تيشو ريبليسمنت بوليمر دي نون ريزوربابل مايكروبورس بايو كومباتيبل كومبوزيت من ماده بتتكون من حاجتين اللي هو البولي ميثايل ميسا اكريليت والبولي هيدروكسي ميثايل ميسا اكريليت. البارتيكلز بتاعت البوليمر دي لانها كوتد بكالسيوم هيدروكسيد, ولقوا ان الماده دي زي ما قلنا لما بيحصل هيلينج بيحصل انكابسوليتد بكونكتيف تيشو فايبرز كبسول من الفايبرس تيشو وما فيش اي ايفيدنس للنيو اتاشمنت. الكومباين تكنيك يا دكاتره بقى انك تستخدم بارير مع بون جرافت اي نوع بون جرافت او تستخدم بون جرافت مع بيولوجيكال ميدياتورز او بون جرافت مع جروس فاكتورز او بون جرافت مع بايو ميديفيكيشن. كل دي لقوها كومباين تكنيك. و طبعا من احسن الحاجات اللي لقوها مثلا انك تستخدم اوتوجينس بون معاها مثلا تحط مثلا اوتوجينس بون مع زينوجرافت او مع الوجينيك جرافت وتحط معهم بيولوجيكال ميدياتور مثلا زي الامدوجين. دي كلها حاجات حطت هنا مثلا بون جرافت اللي هو الالوجينيك اللي هو دي اف دي بي ان وبعدين حط عليها ممبرين فده بقى كومباين تكنيك. طبعا حصل هيلينج وابيرنس للنيو تيشو عند التايم اوف الممبرين removal لان يعني الممبرين ده طبعا اللي هو non resorbable. ده قبل التريتمنت وده بعد التريتمنت. طبعا انتوا شايفين ان فيه بون اتكون وكويس جدا. دي طريقة ازاي طبعا هنفتح ونحط الممبرين وازاي نحط البون جرافت زي اي تكنيك. في الاخر طبعا بنعمل سوتشر كويس ونتاكد ان احنا عاملين سوتشر كويس وبنعمل مونيتورنج للبيشنت ده وبنجيبه بعد اسبوع او اسبوعين بنشيله السوتشر وبنشوف الهيلينج عامل ايه. ولو انا طبعا مستخدمه له نون ريزوربابل بجيبه بعد 6 ل 8 اسابيع عشان اعمله عمليه تانية عشان اشيل له الممبرين. نفس الفاكتورز اللي بتأثر على اي ريجينيريشن هي نفس الفاكتور. وعشان اعمل ايفالويشن للنيو اتاشمنت زي ما اتفقنا يا اما كلينيكال ميثود يا اما ريديوجرافيك ميثود يا اما سيرجيكال ري انترا يا اما هيستولوجيكال ميثودز. شكرا ليكم اعزائي الطلبه, ولو في اي سؤال انا تحت امركم وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. شكرا ليكم.